أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة تكتيك الشطرنج. هنناقش في الفيديو ده الأداة التكتيكية البطارية. إيه هي البطارية؟ كل ما بتكتسب خبرة في الشطرنج بتعرف إن العمود أو الوتر المفتوح بيحتاجوا بشدة الرخ والفيل علشان يكتسبوا النشاط والخطورة. العديد من اللاعبين يمكن ما يعرفوش إيه ميزة تعزيز السيطرة على الأعمدة والأوتار، وذلك بإزواج القطع على هذه الخطوط المفتوحة. لما بتضع وزير وفيل على نفس الوتر أو بتزوج رخين على عمود مفتوح، وفي بعض الأحيان بتضم لهما الوزير، فإنك بتنشئ وضعية قد تؤدي إلى اقتحام حدود معسكر الخصم بفضل تعزيزك لقوة القطعة المقتحمة. الإزواج على العمود أو الوتر بيشبه بطارية المدفعية في الحروب، ومن هنا جاء اصطلاح البطارية، وهي بالفعل سلاح فعال في كثير من المواقف. من كلامنا السابق بنعرف ان البطارية نوعين، في بطارية على العمود ودي تيجي من ازواج الرخين على العمود او رخ وزير، او قد يكون الرخين مع الوزير. ملحوظة، يمكن تطبيق نفس الاداة عندما يتم الازواج بالرخين او الرخ والوزير على الصف ايضا. والنوع الثاني بيكون البطارية على الوتر، وبتحدث لما بنزوج فيل ووزير على احد الاوتار. في الفيديو ده رقم 18 هنتكلم عن البطارية على العمود. يلا نشوف بعض المواقف اللي بتوضح لنا هذه الاداة التكتيكية. قبل ما نبدأ في شرح المواقف عاوز اقول لكم بعض التعريفات. لما بيكون العمود عليه بيادق من اللون الابيض ومن اللون الاسود بنسمي العمود ده عمود مغلق، ولما يكون عليه بيادق من نوع واحد بنسمي العمود ده عمود نصف مفتوح. اما لما يكون خالي من البيادق سواء من الابيض او من الاسود بنسميه عمود مفتوح. ودلوقتي تعال نشوف المواقف. في الموقف ده القوة المادية بين الأبيض وبين الأسود متعادلة، ولكن الأبيض عنده ميزة واحدة وهو السيطرة على العمود المفتوح، وبيزود السيطرة دهيت بأنه يلعب رخ D7. الرخ على الصف السابع بيسيطر عليه، وفي نفس الوقت بيعمل شوكة بين البدائين H7 وB7، وكمان بيجعل الملك الأسود ما يقدرش يتحرك للصف السابع. ممكن نلاحظ بكل سهولة الفرق بين قوة الرخ الأبيض بالمقارنة مع الرخ الأسود، وده كله علشان السيطرة على الصف السابع وعلى العمود المفتوح. لازم نحاول دايما بذل الجهد لتنشيط الرخين. في كتير من اللاعبين بيهتموا بتعبئة الأفيال والأحصنة والوزير، لكن ما بيبذلوش نفس المجهود لتنشيط الرخين. زي ما شفنا في المثال السابق قوة الرخ على الصف السابع، هنشوف المثال ده قوة ازواج الرخين على الصف السابع اللي هتكون اقوى كثيرا جدا. الابيض في الموقف ده بيسيطر على العمودين المفتوحين E و D، وبيبتدي بلعب رخ D7. الرخ طالب بيدق H7 ولازم الاسود يحميه، وبيلعب كينج G8. الابيض بيلعب الرخ التاني وبيوديه للصف السابع، ودلوقتي الرخين في حالة ازواج على الصف السابع ولهم قوة خطيرة جدا، ودلوقتي هما طالبين بيدق H7. ممكن الاسود ينقذ البيدق ويلعب H5. الابيض بيكمل روك G7 تشيك، كينج F8، روك تيكس G6. وبكده الرخين سيطروا على الدور، وبيادق الاسود اصبحت ضعيفة وهيلتقطها الابيض، والابيض في طريقه للفوز، وده كله بسبب ازواج الرخين على الصف السابع. في الموقف ده هنلاقي ان الاسود طالب بيدق الابيض اللي على F5. الابيض بيترك البيدق ده في سبيل ان هو يزوج الرخين على الصف السابع، وبيلعب روك E7. الاسود بياخد البيدق. طبعا لو الاسود حاول ان هو يدافع ويلعب نقلة زي روك F7، الابيض بيكمل روك تيكس F7، كينج تيكس F7، وبينزل بالرخ التانية للصف السابع بكش وبيسيطر عليه.
وبنوصل لموقف شبيه بالموقف الاول اللي شفناه. يبقى في الموقف ده الاسود كمل بروك تيكس اف 5، وهنا الابيض ازوج الرخين على الصف السابع، ودلوقتي بيد الاسود في جناح الملك هتسقط واحد ورا التاني، وبعدين ممكن يوصل لبيادق جناح الوزير، والابيض في طريقه للفوز، وده كله بسبب ان الابيض انشأ بطارية على الصف السابع. في الموقف ده الطرفين محدش منهم بيسيطر على اي عمود مفتوح، والرقعة ما فيهاش غير عمود مفتوح واحد اللي هو عمود دي، واللي هيسيطر على العمود المفتوح هيكون له ميزة كبيرة، وعلى الارجح هيكون الفوز من نصيبه. لو كان النقلة للاسود هيلعب روك جي 8، وبعدين هيتحرك بالملك ويروح لمربع اي 7، لكن لحسن حظ الابيض ان النقلة له ولعب روك دي 2. كده الابيض سيطر على العمود، والاسود ما عندوش الفرصة ان حتى يشاركه في السيطرة على العمود، ولذلك الابيض النقلة القادمة هينزل في الصف السابع وهيكتسب ميزة كبيرة جدا، وعلى الارجح هيفوز في الدور. الموقف ده شبيه بالموقف السابق، الفرق كله هو وجود رخ تانية مع الابيض ومع الاسود، ولكن النقلة للابيض اللي هيحاول اعتماد التكنيك اللي شفناه في الموقف السابق، وبيلعب روك دي 2. كده الابيض سيطر على العمود، ولكن وجود الرخين للاسود هيجعل الاسود ممكن يلعب روك اف جي 8 ويشاركه في السيطرة. دلوقتي الابيض ممكن يعمل خطأ كبير، وهو ان يلعب روك تيكس جي 8 تشيك، علشان الاسود هياخد بالرخ التاني، والاسود هو اللي هيسيطر على العمود. انما في الموقف ده احسن نقلة للابيض هو ان يزوج الرخين ويعمل بطارية على عمود جي، روك اي جي 1. كده الابيض بيهدد ان ياخد الرخ اللي على الجي 8 ويفوز، ولذلك الاسود مضطر للتكسير، والابيض بياخد الرخ، وفي النهاية هو اللي بيسيطر على العمود، وبنوصل لما يشبه الموقف السابق. في الموقف ده هنشوف مثال على الازواج وكمان التسليس على العمود، وده هيكون بالاشتراك مع الاداة التكتيكية الهجوم المزدوج، وكمان استخدام الربط. تعال نشوف ازاي. الابيض بيلعب بيشوب تيكس اتش 7، الابيض اخد بيدق والاسود له النقلة. الاسود دلوقتي لو اخد الفيل الابيض هيلعب نقلة قوية، وهي كوين دي 3. الوزير بيقول كش للملك، وفي نفس الوقت بيكون بطارية ثلاثية على عمود الدي، وهيفوز بقطعة قصاد الفيل اللي هو فقده، وهتبقى المحصلة النهائية فوز الابيض ببيدق وكمان السيطرة على الصف السابع. يعني مثلا كينج جي 8 روك تيكس دي 7، والابيض فاز ببيدق. نرجع للموقف الاصلي بعد الابيض ما اخد البيدق. لو الاسود دافع بانه لعب جي 6 بحيث ان هو يحبس الفيل وبعدين ياخده، الابيض بيكمل كوين دي 2 وبيعمل البطارية الثلاثية، ودلوقتي هو ممكن يكسب الحصان اللي ما يقدرش يغادر مكانه، وإلا هيخسر الرخ، وفي النهاية المحصلة الفوز ببيدق، والفضل كله للبطارية الثلاثية على العمود. نرجع للموقف الأصلي. لو الأسود لعب نقلة زي E5 الأبيض هيلعب روك D6 وهيأجل التسليس لنقلة، والمرة الجاية هيلعب كوين دي 2 او كوين دي 3 وهيعمل بطارية ثلاثية وبرضه هياخد قطعة، وهينتهي الموقف بسيطرته على الصف السابع مع فوزه ببيدق، والفضل كله للبطارية الثنائية والثلاثية على العمود المفتوح. في الموقف ده النقلة للاسود. لو كانت النقلة للأبيض هيلعب كوين اتش 7 او كوين اتش 8 بتشيك ميت للملك الاسود. الدفاع الوحيد عند الاسود ان هو يلعب اف 6 علشان يدي مربع هروب للملك لما الوزير ينزل في اتش 8، وفي نفس الوقت بيمنع كوين اتش 7 بالوزير من على الصف. الابيض بيكمل كوين اتش 8 تشيك، كينج اف 7، روك اتش 7 تشيك،
بربط معكوس على الملك والوزير. طبعا الملك بيروح لمربع E8 مفيش غيره، والرخ بياخد الوزير، والرخ الاسود بياخد الوزير الابيض، لكن الابيض بيكمل وبياخد الرخ التانية اللي على C8، وكمان بربط معكوس على الملك والرخ، والابيض في طريقه للفوز. الابيض في الموقف ده لون نقلة، وهو مسيطر على العمود H نص المفتوح، وبيضغط على بيدة H7 اللي محمي بالملك الاسود، ولذلك الابيض عاوز يدعم هجومه على البدا ده بانه يدخل قطعة اخرى في الهجوم. الدخول المباشر بكوين H5، والابيض بيكون بطارية ثنائية بتهاجم بيدة H7، ولكن الاسود عنده دفاع وهو بيشوب E4. الفيل بيحمي البيدة مع الملك، وبذلك بيفشل هجوم الابيض. الابيض علشان يمنع بيشوب E4 بيلعب كوين D3، ودلوقتي الوزير بيهاجم بيدة H7 من على الوتر بمعاونة الرخ اللي بيهاجمه على العمود، وفي نفس الوقت مانع بيشوب E4، ولكن الاسود عنده دفاع اخر وهو F5، وبيقفل الوتر عن الوزير. الابيض بياخد بيدة F5 بالمرور، والاسود بيكمل G takes F6، وبيفتح الصف قصاد الوزير بتاعه لحماية بيدة H7، وبيفشل هجوم الابيض. الهجوم الصحيح للابيض هو اخذ البيدة فورا بالرخ، Rook takes H7، ودلوقتي الابيض كسب بيدة. لو الاسود هياخد بالرخ هيلعب الابيض كوين H5 تشيك، كينج G8 بيلعب روك H1، وبيعمل بطارية ثنائية على عمود الاتش، والابيض هيدي مات على H8، والاسود ما عندوش دفاع غير ان يلعب F6 علشان يعمل مربع هروب للملك، لكن الابيض بيكمل بG6 وبيقفل مربع الهروب، ودلوقتي مفيش دفاع قصاد كوين H7 او كوين H8 تشيك ميت. وبكده نكون انهينا المواقف اللي عرفتنا على الاداة التكتيكية البطارية على طوال العمود، والى اللقاء في فيديو قادم واداة تكتيكية جديدة.